ووصلنا لفقرتنا التالية يا نور، وهي عن الفن التشكيلي، حيث يطلق هذا المصطلح أو الفن البصري على مختلف الإبداعات التي يمكن رؤيتها ومنها اللوحات الفنية وغيرها، ويتم إنشاء هذه القطع الفنية لتحفيز الشخص من خلال تجربة بصرية خاصة فيه. وتعد هذه الأشكال الفنية شائعة جدا ومتنوعة، ومنها النحت. حتى نحكي عن الفن التشكيلي أكثر وخاصة عن النحت، بيصيرنا نرحب بالفنانة التشكيلية مفيدة ديوب، مديرة متحف دمر للفنون. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، يسعد صباحكم يا رب. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نحكي عن الفن التشكيلي بشكل عام بسوريا بشكل خاص، شو بيميزه عن باقي الفنون؟ هلا بسوريا الفن التشكيلي متنوع، وعندنا كلية الفنون الجميلة فيها كل الاختصاصات، التصوير، النحت، الحفر، الإعلان، الديكور، يعني كل هاي الاختصاصات موجودة. صحيح. فبيتخرجوا مجموعة من الطلاب بمختلف هاي الاختصاصات وبيمارسوا، في منهم بيتابعوا بعد كلية الفنون، في منهم لا بيتجهوا لاتجاهات تانية، حتى بدون ما يكون أكاديمي هذا الشخص دارس، يعني ممكن أنه يكون عنده الموهبة. صحيح. طبعا ويتابعوا هذا الفن، وفي كتير يعني فنون موجودة. الفن المعاصر هلأ حاليا أكتر شيء بتشوف في هذا الجيل، يعني اتجه للفن التشكيلي المعاصر. في تقنيات كتير عم يشتغلوا عليها، في معارض عم يشاركوا فيها، في يعني انتشار واسع وكبير خارج سوريا لهدول الشباب او لهذا الجيل او لفنانيننا الكبار، حتى يعني اللي هن قدوه لنا، اللي هن كانوا موجه لكل هدول الفنانين اللي طلعوا هلا حاليا، واللي يعني الجيل القادم كمان عم يتعلم منه. نعم ست مفيدة، يعني حضرتك وصلتي لتكوني مديرة بمكان يحوي عدد كبير من المشاركات ومن الفنانين، ويمكن كل يوم الفنانين التشكيليين أو الفنانين بشكل عام. خلينا نحكي عن مسيرة من التعليم، أيضا بدنا نحكي عن مسيرة من المشاركات يلي وصلتي حضرتك لهون. هلا انا بعد تخرجي من كليه الفنون الجميله وكان اختصاصي نحت، تعينت مدرسه، درست اطفال، التعامل مع اطفال كثير جميل، بيعطوك طاقه كثير هائله، ما بتتوقعي انه يطلع هذا الشيء العفوي او الجريء من هيك اطفال. كمان درست ثانوي ودرست بمعهد اعداد مدرسين بحمص، ودرست يعني اسمه دبلوم تاهيل التربوي اللي هو للمدرسين بعد، يعني هي مرحلة بياخذوا فيها دبلوم، هي شريحة كبيرة من يعني بالعمر كبار، بس أجمل فترة هي الدرس فيها المرحلة للأطفال، كتير بتاخذي منهم، يعني الكبار دائما عندهم إنتاج متكرر، الثانوي بدهم يستقطبوا منك بدهم يتعلموا، أما الأطفال أنت بتتعلمي منهم، أنت بتاخذي منهم، عندهم أفكار غير مطروقة، غير مكررة، غير مطروقة، أشياء جديدة، يعني كل طفل بيرسم شيء جديد، شيء عندهم ابتكار، عندهم شيء خلاق، غير الناس اللي هن عم يتعلموا الفن او عندهم هاي الفن موجود. طيب خلينا نحكي عن النحت، حضرتك كمان نحاتة، قديش هاي الفنون يمكن بتخرج الطاقات اللي جواتنا من خلال لوحة، من خلال نحت، من خلال صورة، قديش قدران الفنان يعبر عن مشاعره او يعكس الواقع من خلال هاي الرسالة الفنية؟ هلا لقلك الفنان النحات لازم يكون ملم بكل الفنون. يعني الفن هو عمارة، هو كتلة وفراغ، هو خطوط، هو رسم، هو أشكال. يعني الفنان النحات بده يكون قادر على رسم الأشكال حتى يقدر معبرة نوعا ما، يعملها يقدر يشكلها. يعني الفنان التصوير مو مطلوب منه يكون نحات ابدا، اما النحات مطلوب منه يكون عارف بالعماره وبالكتله والفراغ وباللون والشكل والظل، يعني كل هاي الامور لازم تكون موجوده. وانا وقت اللي اجيت على كليه الفنون طبعا قلت بدي ادرس تصوير، يعني ضليت شوي بالتصوير وطلبت يعني انه انا بدي انتقل على قسم النحت، لانه التصوير انا بمارسه من انا طفله صغيره، يعني متعودة على اللون، متعودة على الألوان المائية والزيتية وهي المساحة البيضاء اللي هي
مثل جدار أبيض قدامك، شو بدك تشتغلي فيها؟ يعني بدك ترسمي عليها؟ هو صعب اختراقه، يعني هو صعب فعلا انك تشتغلي على هاي المساحة البيضاء اللي هي بدك تخلقي منها شيء يعبر للآخرين. فأنا متعودة على هاي الحالة اللي كنت عايشتها من الطفولة وبدي شيء جديد. الشيء الجديد هو النحت، اتجهت للنحت اللي فيه تقنيات كثيرة. النحت بيضم النحت على الخشب، الحجر، الصلصال، الطين، الصب، التقنيات اللي هي بتعلمك تكوني حدا، يعني مو بس انه فنان، كمان عندك تقنية تعملي اعمالك لحالك وتشتغلي فيها كفنان للمستقبل حتى يكون عندك رصيد تقدمي. والنحت يعني هو ابو الفنون، معروف ابو الفنون. طبعا انا الفن اللي بشتغل عليه هو الفن التعبيري، يعني تجريدي وتعبيري، يعني بحب هذا التلخيص للاشكال، ما بحب المباشرة بالاعمال، بحب يكون فيها هيك تعبيرية اكثر، توصل للمتلقي بشكل أجمل. نعم ست مفيدة، خلينا نحكي أكثر عن دعمك للفن، وخلينا نحكي أكثر عن متحف دمر للفنون. هذا المكان مكان جميل جدا. المكان لحاله فيه قدسية، هيك هو شكله دائري وفيه أقسام متعددة. الأعمال الموجودة فيه هي للفنانين الرواد السوريين والجيل الأول والجيل الثاني، ونخبة من الفنانين السوريين. بال 2008 صار عاصمة الثقافة العربية، صحيح، صار في هذا المكان معرض ضخم، وصار على التوالي كل سنة يصير فيه هاي المعارض الضخمة والجميلة لأهم الفنانين التشكيليين الموجودين والراحلين. يعني هذا المكان هلأ حاليا فيه معرض، أنا يعني حطيت فيه أعمال للرواد والجيل الأول. يعني بتفوتي بتلاقي أعمال لفاتح المدرس، لؤي كيالي، محمود حماد، نصير شورى، نخبة كبيرة من الفنانين، قد ما عد بدي أقولك كتير. وجميل جدا أنه يكون في عنا هيك أشياء، هي مقتنيات وزارة الثقافة، يعني هاي هذا التوثيق لهي الأعمال كتير مهم ورصيد لنا هذا الموروث. لجيل الشباب نوعا ما ليكونوا جزء وصول لك، يعني استمرار هيدا الفن بطريقه ونظره مختلفه. وقتنا خلص ست مفيده ديوب، الفنانه التشكيليه مديره متحف دمر للفنون، نتشكرك على وجودك معنا، نتمنى لك التوفيق بجميع خطواتك الفنيه القادمه. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا. شكرا كثير لك، اكيد وموفقه يا رب، وان شاء الله بنشوفك مشاركه بالعالميه. شكرا. الله يسلمك.